عارفه يا نوني انا اول مره احس الاحساس ده. يا سلام، حتى وانت بتضحكي رقيقه وبتمسك. مساء الخير. اهلا وسهلا. اشربوا يا باشا. نشرب ايه يا ابني؟ ما المشروب قدامنا اهي. يا باشا البحر يحب الزياده. ماشي، تحبي تشربي يا حبيبتي؟ اللي تشوفه يا حبيبي. لا، اللي انت تتمنيه اطلبه لك يا حبيبي. انا احب اللي انت تحبه يا توتي. وانا ما بحبش غيرك انت. يا ربي على الكلام الحلو. الو يا ما تلعبونا في الوقت الضائع. عايز ايه يا ابني؟ عايز الحق اخده اضرب لما سر الاله يطلع. طب طيب. ايه مستعجل ليه؟ ما احنا بنشوف اهو هنبقى عايزين ايه. وبعدين ده انت حاطط قدامنا 90 طلب. ايه في ايه؟ خلاص ارتحت؟ عايز تاخد طلباتنا؟ خد يا سيدي، هات مانجا، بس يا ريت تكون حلوه وطريه زيها كده. ده على كده نجيب لك بطيخ بقى يا باشا. بطيخ يعني مدور وقرع زي حضرتك. طب روح يا اخويا، روح يا خفيف، هات لي حلبة حصى. حاجه تاني؟ امشي. ايه ده؟ ايه يا اختي ده؟ على فكره يا توتي انا متضايقه قوي. ليه يا حبيبتي؟ ما بتحبيش المانجا؟ اطلب لك جوافه؟ مانجة ايه بس وجوافه ايه؟ انا خايفه يا توتي لحسن الاولاد يعرفوا اللي ما بيننا، وساعتها علي ممكن يتهور ويورمك اكتر ما انت وارم. ليه يعني؟ احنا بنحب بعض يا نوني، بنحب بعض بكل اخلاص، وبعدين احنا ما بنعملش حاجه غلط. غلط؟ هو احنا حتى لو حبينا نعمل غلط هنعرف؟ يا حبيبي احنا دلوقتي يا دوبك نعمل الاختيار الصح. بس تفتكر العيال هيقبلوا؟ بيني وبينك لا. شفت بقى؟ يبقى انا لازم اجي على نفسي وادوس على قلبي واقوم امشي. اهدي بس يا نوني، مش كده يا الله. وبعدين احنا لازم ندافع عن حبنا، لازم نقف ونتحدى العالم كله لحد اخر لحظه في عمرنا، والحمد لله هانت. عارف يا حبيبي انا لما بقعد لوحدي كده مع نفسي واخد ودي في الموضوع بتاعنا بخاف لحسن يفشل. لكن لما بشوف اصرارك وحماسك وثقتك بنفسك بتاكد انه هيفشل. عمره ما هيفشل، لان عنتر ما حسش بالفشل لما ضحى عشان عبله. انطونيو ما حسش بالفشل لما ضحى عشان كليوباترا. عمر وسلمى ما حسوش بالفشل غير في الجزء الثالث لما خيش. انا كمان هقف واتحدى العالم كله قدام حبنا، واول واحد فيهم هتحدى واقف قصاده علي ابنك. يا حبيبي ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا توتي. بس انا مش عارفه تليفوني ما رنش خالص النهارده. شوف بقى، يمكن عاملاه سايلنت ولا حاجه. يا بصبتي ده علي كلمني يجي 60 مره. علي؟ طب ظهر العصر وجب، اروح انا اصلي العصر بقى. استنى هنا. ايه انت هتجيب ورا ولا ايه؟ وبعدين هو يعني علي وانجي ممكن يجوا فجاه كده في الكافيتيريا؟ مش ممكن طبعا. صحيح، بس حافظوا على الصلاه الوسطى. جبان مش معقول امي ما بتردش على التليفون. انا قلقانه قوي. ليه يا علي قلقان من ايه؟ هيكون حصل لها ايه يعني؟ ما تبقاش قلق كده تلاقيه جالها غيبوبه السكر ولا حاجه. يا نهار اسود، هو انا امي عندها سكر؟ لا معرفش، هما بيقولوا كده لما بيقلق. ايوه صح، بيقولوا كده لما بيقلق. لا لا لا، يبقى لازم نروح نطمن عليها. اهو بالمره اخلع من العزومه. تخلع من ايه؟ هو انا قلتها بصوت عالي؟ قلتها بصوت عالي يا علي. انا ما اقصدش، انا قصدي يعني قلقان على امي. ما انت عارفه ما فيش اغلى من الام يا حبيبتي. بقول لك ايه يا علي، ما فيش حد هيبوظ عليا الخروجه دي. انا بقول لك اهو، انت بقالك كتير قوي ما عزمتنيش، من ايام ما كنت بتلزق شعرك بالفازلين على جنب. ايوه ده الايام دي كنت لسه بحاول اشقطك. انا بقى عايزه اتشقط يا علي. اعتبر نفسك بتشقطني النهارده. انا عايزه اتشقط يا علي، ايه رايك؟ اعتبر نفسك بتشقط. في ايه حضرتك؟ عايز مش حاجه. انجي مش هتلم علينا الناس؟ مش معقوله كده يعني معقوله هيجي لك نفس تاكلي وحماتك حبيبتك عيانه ولا بتفرفر؟ هيجي لي نفس ده؟ بالعكس، احتمال نفسي تتفتح اكتر يا علي. ايه رايك بقى؟ امك تعبانه بتفرفر قاعده مع عزرائيل، هتعزمني يعني؟ هتعزمني؟ المانجا والحلبة الحصب حليب. اجيب لحضرتك حاجه تانية؟ تحبي تشربي حاجه تانية؟ انا احب اي حاجه انت تحبها. انا بحبك انت. بس انا شفت المشهد ده قبل كده، مش مستعد اشوفه تاني. السلام عليكم. ايه ده؟ ماله الواد ده؟ غيران مني، ودي حقي غير طبعا، عشان قاعد مع اجمل ورق واحده على كوكب الارض. قصدي قاعد مع كوكب الارض كله. ما تكسفنيش بقى يا جدعان. ما عادش اللي يكسفك. ايه ده؟ في فتله طالعه من هدومك. فتله فين؟ اهي عند رقبتي كده. انا هشيلها لك. ماشي، اوكي، ميرسي.
امي ابني ابويا على ترابيزتنا في مكاننا. بتعملي ايه هنا يا حلوه يا بلحه يا مقمعه؟ شرفت اخواتك الاربعه. يا للعار يا للشرار، الكافيه بقى مزبله يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي مش مستشفى الدمرداش يا ابني برضو؟ لا الحميات يا اختي الحميات. بتعملي ايه هنا الطاغي؟ اهدى يا علي اهدى بس شويه. يا بابا كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت بتعمل ايه هنا من شويه؟ انا مين؟ انا فين؟ عند رقبتها يا حنين. هي دي لسه بتتباس من رقبتها؟ كتك الاول. ايه اللي جاب ابوكي عند رقبه امي يا انجي؟ اهدى بس اهدى بس يا علي شويه. ان شاء الله اللي اتكسر يتصلح. هو صحيح كان لازق في رقبتها قوي بس الحمد لله ما سابش اي علامات اهو. سبت يا بابا؟ والله يا انجي انا كنت ايه؟ اتفضل جاوب بس بسرعه عشان بعرف. لا مش للدرجه دي يا علي، انا صحيح شقي بس زمن المعجزات انتهى. طب انجز عشان خالي شغال ومش عارف اسيطر عليه. والنبي يا بابا، وده خياله مريض، اسالني انا. بصراحه انا ونوني بنحب بعض. طب ما تتنيلوا تحبوا بعض انتوا ونوني، مال ام انا بالموضوع ده؟ ما هو انا نوني يا علي. انت نوني يا اما؟ انت الحاجه زياده بقت نوني تيجي ازاي؟ بصراحه بقى انا وتوتي بنحب بعض وكنا خايفين نقول لكم. طب طالما بتحبي توتي ايه اللي مقعدك مع ابويا؟ ما انا توتي يا انجي. يا نهار اسود، انت الحاج احمد توتي؟ انت يا ابو انجي توتي؟ اخص عليك اخص عليك يا توتي. بغض النظر عن العبث ده كله بقى، ايه الاسامي المهببه دي توتي ونوني؟ انا مش فاهم حاجه، مين الذكر ومين النتاية؟ مين توتي ومين نوني؟ انا بحب امك يا علي، انا توتي. وانا بحب ابوك يا انجي، انا نوني. اهلا قلبي قلبي علي قلبي علي. نوني يا اولاد انت ماشيه بعلاج الله يخرب بيتك. نعم انت بسامي الفيتامين اللي انا باخده كل يوم الصبح ده علاج؟ فيتامين ايه ونيله ايه؟ حرام عليكم هتضيعولي الراجل اللي حيلتي، ولو اتعوج مش هعرف استعدله. ليه بس يا انجي؟ انا ونوني بنحب بعض من زمان وكنا مخبيين عليكم. بتحب ايه يا بابا بكرشك ده؟ ده انت لما بتلعب حواجبك بتنقل. على فكره بقى احنا كنا خايفين نقول لكم من زمان، بس احنا بقى قررنا نتجوز. اقسم بالله ما يحصل، ده انا اعترف فيها، ده انا اسقطك وانزل اللي في بطنك وارميكي بفضحتك. في ايه يا علي؟ ما قالك زمن المعجزات انتهى. وبعدين اهدف مهما كان برضو ده ابويا وامك. ابوكي شقط امي يا انجي. يا سلام، ما انت شقطت بنته قبل كده والراجل ما اتكلمش. وبعدين كفاية فضايح، احنا اتفضحنا، لينا بيت يلمنا نتكلم فيه. يا نهار اسود ومنيل، قلبي يحبها قال ده ناس يقول لي بحلم بيها. بيحصل. علي قلبك تاني يا حبيبي؟ لا معدتي، انا داخل الحمام عشان ارجع وبعد كده حصليني على العربية. الراجل هيضيع مني منكم لله انتوا الاتنين. وانت كده تظرفها له كده سادة؟ في حد يعمل كده؟ يعني انت عاجبك برضه عمايل جوزك ده؟ وده وقت تطلبه فيه؟ ما كنت تيجي قبل ما نطلب المشاريب ديت. كده مش هنشرب وهندفع الحساب. حساب؟ هو ده اللي همك الحساب؟ انتوا الاثنين حسابكم معايا بعدين. هتفضحونا قدام الناس ولا العيال هقول لهم ايه؟ ده انا فهمتهم الناس بيجيبوا عيال ازاي بالعافيه. ادي الابهات وشغل الابهات من كل الله. بصيليش كده. لا 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 ما بحبش كده. ايه بقى الكلام ده؟ ما تقفنيش من ناحيتك. ايه كلمة شقطتك دي؟ انا ما بحبش الكلام الفالجر. احنا مش اتفقنا نجدد علاقتنا؟ يبقى لازم نجدد الفوكابيولار بتاعنا. اعتبريني ام علي بتاع الميكروباص وانت الموزة البلدي بتاعتي. الله عليك الله عليك. على فكرة ما بتكبرش ابدا. بموت في شقاوتك. هو انت لسه شفت الشقاوة؟ ما تفتح الكام بقى ونتكلم فيديو. لا انا ما اقدرش اقابلك دلوقتي، اصل لسه صاحي من النوم، لسه على المحارة، قصدي يعني لسه ما عملتش مكياج وحطيت احمر واخضر والحاجات دي. سيبني اعمل نص تشطيب وبعدين اقابلك. ايوه كده احبك يا فالجر يا بتاع العشوائيات. بقولك ايه، ما تيجي ونجيب مليجي نتقابل عندي في الشقة بعد نص ساعة. لا 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 محبش كده أبدا أبدا. تفكرني إيه؟ أنا مش من بنات إياهم، ما بحبش أروح أبدا شقة مع الشبان كده برضو. لا لا لا، أنتي مش واثقة فيا؟ لا طبعا واثقة فيك يا حبيبي، بس يعني
ما تبنكش، ما تبنش تصرفاتك، وبعدين ما تبنش نفسي كمان، يمكن اما اشوفك اتهور. لا وعدك هقعد بادبي، بوس بس كده كده بقى اللي نقدر عليه. طيب بقول لك ايه، ما دام هنمشيها بوس وبس، انا لقيت لك مكنه حلو قوي، ايه رايك نتقابل في بير السلم وساعتها بقى اعمل اللي ربنا يقدرك عليه. أحبك أنت ده بتاع الحتة الضلمة أنت. بس خلي بالك وانت جاية تقلي، لأن البدرون رطوبة فظيعة عشان تاخدي روماتويد، والروماتويد بينفخك وانت مش ناقصة. اخسى عليك، اخسى عليك على كلامك. يلا باي باي يا حبيبي. بابا يا حياتي. باي باي كده حاف؟ آه لا. Mm-hmm.